مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هندفعها بإذن الله. كنا نريد معركة عسكرية حتى نسترد كبرياءنا القومي، لأن ليس عادة المصري أن يقبل الهزيمة. يوم من أيام العزة والكرامة، يوم تغير فيه مجرى التاريخ عندما اقتحم جيش مصر قناة السويس وحطم خط بارليف المنيع وأسطورة الجيش الذي لا يقهر. أكتوبر 73، 50 عاماً من العزة.